يا هلا والله، بإذن الله اليوم بجرب فندق رادسون بلو قرطبة هنا في مدينة الرياض، ورقم غرفتي 129. اللي لفت انتباهي صراحة موظفين الاستقبال، صراحة قمة 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 في الأخلاق والسلاسة في التعامل، الله يعطيهم العافية. فكان تعامل راقي، سريعين جدا، والأمور طيبة ومتعاونين جدا. هذا اللبي بالمختصر المفيد بالشكل هذا، صراحة عز الطلب، منشفة باردة ومشروب ترحيب، يعطيكم العافية. طيب كذا الآن بنروح للغرف، ما شاء الله هنا في مكان جدا جميل على اليمين واليسار، أتوقع كافي. أوكي تقريبا هذا كافي، أيوه كافي. فعلى طول أول ما دخلنا، عادي نصورك لليوتيوب؟ أقول عادي نصورك لليوتيوب. اسم الكريم ما شاء الله، أول ما دخلت الفندق على طول استلم مني الشنطة والدنيا، فصراحة طاقم العمل إلى الآن ممتازين جدا. طيب خرجنا من المصاعد، هنا إيش جهة اليسار؟ مطعم، هذا اللي حنفطر فيه؟ أي يعني نفس الدور اللي أنا ساكن فيه. حلو، يعني من غرفتي للمطعم على طول. الجيم فوق وعندك المسبح. حلو، طبعا هذا الممر اوكي، اضاءات اوتوماتيكيه. شوف انا مره تعبان، فدائما اصور لكم التفاصيل، لكن المره هذه يلا بسم الله. هذا رقم غرفتي 129، دقيقه نتاكد. يا سلام، كفو عليك والله. فبسم الله، ايوه هذا تصميم الغرفه، الارضيه باركيه وهنا فرش. يلا نشوف الإطلال، إيش يا رب إطلال على الشارع؟ مش على الشارع، في إطلالات على الشارع صح؟ هذا إيش في بلكونة؟ عجيب عجيب والله، إنه شيء مرتب. بس الآن الغرف المطلة على الشارع في برضو بلكونة؟ فيها بلكونة. واو واو واو، ما في إمكانية ولا إيش؟ لا والله. أوفا، لكن والله صراحة حركة البلكونة هذه رهيبة، خاصة للناس اللي تدخن وزي كذا. أنا إنسان ما أدخن، فعشان كذا الناس ما بتحبش. حلو حلو، السرير إن شاء الله إنه مريح. تمام، نشوف محتويات الغرفة. عندك خزنة طال عمرك. حلو، عندك مصلية، عندك هنا المطبخ، عندك كل شيء، عندك مخدة. أي أهم شيء فيه السليبرز، هذا أهم شيء عندي. ممتاز، عندك كل شيء متكامل. هذا ايش ده؟ اضاءة؟ حتى عندك ماكينة قهوة. اوكي، في منافذ يو اس بي، يعني اذا نسيت شاحنك شيء امورك طيبة. حلو، عندك هنا ماكينة كافيه، عندك شاي، عندك كل. انا احب الماكينة هذه، ليش تعرف؟ ايه؟ تعرف الفترة الأخيرة انتشرت مقاطع اللي يغسلوا الأشياء البايخة، فبالتالي ممكن استخدم الماكينة هذه كغلاية موية ساخنة. هذه الحركة اللي أسويها. عندك هنا برضو الثلاجة. ثلاجة تقدر تحط فيها موية ما موية. أوكي. يا سلام، أيوه. وهنا الموية. أيوة. هذه مجانية طبعاً. مجانية طبعاً. تقدر تزود لي كم حبة كمان؟ بس أيوه. يا حبيبي، وهنا الشاشة العملاقة. أيوة. تمام. حبيت تاخذ غرفة ثانية برضه تفتح عليها. كونكت. أيوة. باقي آخر شيء دورة مياه. وهذه أهم نقطة. أيوة. إنه تكون دورة مياه مرتبة في مكان خاص للشاور. أيوة. حلو. أيوة. والمناشف متوفرة بكثرة. وهنا دورة المياه، الله يكرمكم. شكله مرتب، بس كيف الريحة؟ ريحة جميلة. طيب كذا مبدئيا ان شاء الله الين بكرة، طبعا حاسكن يوم واحد بس، فاعطيكم الانطباع كيف. لا شوف انواع القهوة الى اخره. في شغلة صراحة انا اشوفها ملاحظة خطيرة جدا، شايفين المثلث هذا هنا؟ لما تيجي تضغط السيفون فممكن تنجرح هنا، انا والله انجرحت هنا الزاوية هذه المدببة. أتمنى الفكرة واضحة. شوفوا كذا، شايفين كيف هنا حاد مرة، الرأس هذا مرة حادة. وبالنسبة للشبشب جودته ممتازة وعليه شعار رادسون بلو. طيب قبل شوي جربت الشامبو والشاور جل، ريحتهم منعشة جدا. بالنسبة للشاور عندك الشكل هذا وفي الشكل هذا،
تمام. وفي نقطة مهمة جدا بالنسبة للماء الساخن، ترى مرة ساخن، فلما تيجي تبي تحط على الساخن حط في النص جرب، لأن الموية مرة تكون ساخنة. يا هلا والله، يا صباح الخير. الحمد لله كانت نومة جميلة، السرير كان مريح والمخدات مريحة، ما واجهت أي إشكالية. الآن في النهار كذا الإطلالة، إطلالة الغرفة على البلكونة. الجميل إنه في مفتاح تقدر تقفل الباب هذا، وكذا شكل البلكونة في النهار. لا تقفل علينا، اصبر دقيقة. أيوه كذا جميل. بعدين يا حبيبي تخش كذا، بيكون شكل الغرفة كذا. كعادتي حاولت أترك المكان مثل ما كان. ترى الموضوع ما ياخذ وقت، والله العظيم ممكن دقيقة فقط. اسحب اللاذة والمخدات ترجعهم في مكانهم وخلاص، وصلى الله وبارك. طبعا يعني هذا الفندق يعتبر من الفنادق اللي ما طولت فيها، دائما تشوفوني اغطي كل المرافق، لكن زي ما قلت لكم احنا يدوب بنرتاح. والان خلاص رحلتنا ان شاء الله ساعة 12 ظهرا، والان ايوه قريب 9:30 صباحا، فتوكلنا على الله الى جد ان شاء الله. وان شاء الله ان التغطية كانت موفقة، الفكرة افادة لا اكثر ولا اقل. نفس التاريخ اللي فيه اليوم 5 اكتوبر الى 6 اكتوبر، السعر 689 بدون الضرائب، يعني قول 850 تقريبا. لو اخترنا الغرفة طيب بدون افطار، طبعا احنا حجزنا شامل الافطار، فا ايوه بالافطار 800 يعني قريب 1000 ريال بالافطار حق شخصين. في فائدة مرة جميلة انك تترك الغرفة نظيفة مرتبة، انك انت تشوف اذا نسيت غرض شيء، فدائما استفيد من الحركة هذه. خلاص منها تشيك وتأكيد انك ما نسيت ولا شيء، خاصة الدواليب. والله كم مرة انسى ثوب، كم مرة يعني الحمد لله، يعني لما نسوي حركة دبل تشيك على قولتهم اكتشف انه في غرض، في شغلة نسيتها وبس. والله توكلنا على الله. وهذا رقم غرفتي 129 في الدور الأول. الجميل في الدور الأول إيش فيه؟ المطعم، المطعم اللي فيه له الفطور، فبالتالي بأخذ لي كده نظرة، وإذا في مجال بصور لكم كده شكل المطعم. ما بصور الناس، لكن اللي شايف المطعم مختصر. جلسات خارجية يعني في الشتاء، الجلسات هذه حتكون جميلة. طبعا الفندق دورين تقريبا، مو اكثر من كذا. الجميل انه عندهم عصير برتقال فريش، هذا شيء مره عجبني. وعندهم اومليت، يعني بوفيه متنوع بس مصغر.